ازيك يا عيشة؟ سيف، في أخبار؟ لا لسه. أنا عايزاكي تجمدي كده، ما تخافيش، إن شاء الله بقى كاتبيه هيرجع بالسلامة. أنا متشكرة قوي، تعبتك معايا. ما تقوليش كده، أنت مش عارفة غلاوة بهجت بيه عندنا أنا وسيادة الوزير. بص يا عم بهجت، شوف أنا بقول إيه بقى. أنا دلوقتي لو خدتك من إيدك، إيدي في إيدك كده، ورحت داخل عليهم البيت وأنت معايا، أكيد جوزي يعني هتشل الحكاية دي وتحس بيا يعني. طيب يا عزوز، أنا موافق، بس لو بوسي رفضتك بعد كل ده هيبقى إيه العمل؟ يبقى خلاص بقى عم بهجت، يبقى خلاص اشوف لي بقى قبر اترمي فيه بقى وانسى الحياه دي كلها والدنيا دي كلها. لا يا عزوز، في حاجات احسن من كده بكتير ممكن تعملها. حاجات زي ايه عم بهجت؟ تفرح لها، تقف وفرحها، ترقص لها، تعتبرها زي اختك فتحي. خلاص يا عم بهجت، اللي تشوفه صح انا هعمله. كلام راجل لراجل ولا فضي مجالس؟ لا، راجل لراجل عم بهجت. يلا بينا عزوز. على فين يا كبير؟ خلاص يا اوراني، العمليه انتهت، انا والباشا اتفاهمنا مع بعض وخلصنا كل حاجه. هو اسمه اوراني؟ ده انا غلبت معاه عشان يتكلم معايا. طب انتوا خلصتوا، انما احنا بقى لسه ما خلصناش. ما خلصتوش؟ ما خلصتوش يا ورني؟ بقيت المقاولة فيها ورني. ما تستبر كده، ايه الدنيا طارت وانا قبل كده اكلت عليكم حاجه؟ امسك يا عم، امسك، اتفضل. ادي الخمس بواكي هم، اتفضل. خمس بواكي؟ هو فيها كبير ايه؟ انت مش هتبطلوا الداء المنال بتاعكم ده؟ ما تديله الباقي. الناس دي تعبت وشقيت وخطفوني بالتاكسي واحنا صاد طول الليل عليا، اديهم حقهم. ايه يا عم باجد؟ ما هو ده حقك يا عم الحاج. في ايه؟ خمسه في الاول وادي خمسه، عايز ايه تاني؟ هو انت كنت عاوزني اروح لغايه حبل المشنقه عشان 10,000 جنيه كبير؟ والله له حق بصراحه يعني، اديله خمسه كمان. خلاص بقى اورني، 15 في الكام ليله دول حلوين. وبعدين احنا لو حبينا نخطف حد هنروح لمين؟ ما احنا هنجي لكم. اخرس يا راجل انت. اسمع يا عزوز، الراجل ده مش هيتنقل من هنا الا لما تجيب نص. نص ايه؟ نص مليون جنيه. لا يا ولدي لا، انت بصراحة كده اللي عايز تبيع ولا تشتري. أنا جاي هنا مخطوف على 10، وقلت له اديه خمسة كمان، إنما هتضرب في العلالي مش هنخلص كده، والراجل داخل على جواز وعنده التزامات. أوراني، أنت مش قد الكلام اللي بتقوله يا أوراني. لا أنا قدها حدودي يا عزوز، والكلام خلص على كده. خلي بالك، إحنا لو رحنا في حديد أنت أول واحد هتتجاب يا عزوز. ها ورني، وانا اجيب لك نص مليون جنيه منين؟ إيه؟ ميل على ابوك، ما على قلبه قد كده. لا ابوها، لا ابوها ما يعرفش اي حاجه على الموضوع ده، ده لو عرف هيقتلني. خلاص سيبنا احنا بقى ناخد حقنا من الاخ ده بمعرفتنا. هو مش ليه اهل برضه عاوزينه؟ لا انا ماليش اهل، انا من عيله ضاربها السلك ومديونين لطوب الارض. ما عزوز عارف. بقول لك ايه، ما تقلبش دماغي انت وهو. اسمع عزوز، انت قدامك ساعتين زمن تجيب الفلوس وتيجي، هتاخد الراجل ده في ايدك. انما لو ما جيتش بقى ولا قلب اصلك، عليا الطلاق لخلص عليه وارميه في الترعه. لا انا كده اخد برد بصراحه. كده ماشي ماشي يا اورني. بص عم بهجت، انا همشي دلوقتي. ها ما تقلقش انت، ما تقلقش. لا امشي انت عزوز، امشي انت، وانا هقعد مع اورني والاخ اللي انا مش عارف اسمه ده، وهتبقى صحبه حلوه ان شاء الله. اتفضل اورني. تفضل يا اخوراني، تفضل 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 يا اخوراني، تفضل. اهلا وسهلا.
ادخل. لا مؤاخذة يا باشا. في ايه؟ في واحد برا عايز يقابل سعادتك. واحد مين؟ بيقول ان اسمه عزوز يا باشا. عزوز؟ عزوز؟ ايه اللي جابه هنا ده؟ اكيد عنده اخبار. يمكن يكون المعلم عبده ورجالته وصلوا حاجة. جايز. خليه يدخل. تحت امرك يا باشا. ادخل. تعالى عزوز. مساء الخير يا ست بيه. مساء الخير يا فندية. مساء الفل. في ايه؟ اصلا انا جاي اسلم نفسي واعترف. اصلا انا اللي خطفت بهجت بيه. ايه؟ انت؟ انت يا عزوز يا كلب يا ابن الكلب. اصلي اضربوني شعلقوني اعملوا الفيل اللي انتوا عايزينه بس بعد ما نخلص بهجت بيه. الالم ده عربون مني لغايه ما تاخد بقيه نصيبك يا سافل. ايه يا بيبو؟ مش وش يا رمزي؟ انتوا هتموتوه قبل ما نعرف بهجت فين؟ ما تقطع هو فين يروح امك؟ واحنا لسه هنستناه لما ينطق يحكي لنا في السكه كل حاجه. يلا غور ياد قدام. يلا امشي. اضربوه. امشي يلا يا كلب. الو الو حضرتك مدام عيشه مرباها كتب الخير؟ ايوه. طب اسمعيني كويس يا ست. جوزك عندنا. لا ايه دي بقى كده وفهمي الكلام مظبوط. لو عايزاه تجيبي شنطه وتحطي فيها 1,000,000 جنيه وتيجي تاخديه، ولو في مخلوق عرف مش هتشوفيه تاني ابدا. ها قلتي ايه؟ حاضر حاضر، اللي انت عايزه هجيبه لك ولا حد هيعرف اي حاجه. انت اتكلمت معايا انا واتفقت معايا انا. أقابلك فين؟ إن شاء الله ربنا هيفك أسره وهيرجع لك يعيش. ما تشيليش هم، ربنا هو الحامي وهو المنجي. يسمع من بقك ربنا يا حياة. يا رب. أم جم تفضل يا عيشة، الفلوس أهي. ربنا ما يحرمني منك يا حاج ماضي ويقدرني على رد جمايلك يا رب. ما تقوليش كده يا عيشة، احنا أهل. يلا بكري مع خالتك، ما تسيبهاش أبدا. أنا معايا يا حاج، مش هسيبها. لا أنا متفقة معاهم أروح لهم لوحدي، أنا مش عايزة مشاكل. أبوس إيديكم. يلا قوم معانا. على فين؟ مش عاوز تروح لأهلك؟ دلوقتي؟ إيه أنت عجبتك القعدة؟ يلا بلاش قلب الدماغ. هي الفلوس جت ولا إيه؟ مالكش دعوة أنت. انتوا فين؟ انا واقفه مستنياكم. ايوه في نفس المكان اللي قلتلي عليه. لا محدش عنده خبر باي حاجه. ايوه الحاجه معايا اهي. حاضر حاضر. انا عايز اروح الحمام، عايز اروح الحمام دلوقتي اهو حالا.